اتفاق بين مصر والولايات المتحدة على التعاون في مجال الطاقة وتسهيل عملية التبادل والتشارك في المعرفة والمهارات والخبرة الفنية. ارتفاع أسعار النفط العالمية بفعل مخاوف بشأن التوترات بين إيران والغرب في مضيق هرمز. الحكومة اليابانية تؤكد أنها ستسقط كوريا الجنوبية من قائمة 27 دولة منحت وضعا تجاريا تفضيليا. مشاهدينا أهلا بكم، نشرتنا الاقتصادية المفصلة تأتيكم في موعدها على شاشة النيل الأخبار. وفيها وقعت وزارة البترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة الطاقة الأمريكية مذكرة تفاهم مشتركة للتعاون في مجال الطاقة، وتهدف مذكرة التفاهم لخلق إطار للتعاون البناء في مجال الطاقة وتسهيل عملية التبادل والتشارك في المعرفة والمهارات والخبرة الفنية، وسيجري الجانبان مناقشات تتعلق بالتعاون في مجال الطاقة مرة واحدة على الأقل سنويا في إطار الحوار الاستراتيجي المصري الأمريكي سواء في مصر أو الولايات المتحدة. أكد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب أن رواندا تقدم نموذج ملهم للدول الإفريقية بعد أن نجحت في تحقيق مجموعة من أسرع معدلات التنمية في القارة الإفريقية وزيادة فرص العمل وتنويع الاقتصاد. وفي ختام زيارته الرسمية لرواندا التقى رئيس مجلس النواب برئيسة مجلس تنمية رواندا حيث استمع إلى عرض مرئي موجز لتجربة رواندا في تحقيق التنمية. كما أوضح عبد العال خلال لقائه برئيس مجلس تنمية رواندا على أن هناك مجالات حيوية للتعاون مع مصر منها الاستثمار والتعاون في مجال الصحة ودعم تسيير رحلات مباشرة بصورة أكبر بين مصر ورواندا. أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 4.4 مليون طن حتى الآن خلال الفترة من الأول من يناير 2019 وحتى 24 من يوليو الحالي. وأكدت وزارة الزراعة أن الصادرات بلغت 4,445,100 طن من المنتجات الزراعية بزيادة 582,912 طن عن نفس المدة من العام الماضي. وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح والبطاطس والبصل والفراولة والفلفل والخيار والرمان والجوافة. منيت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الحالي المقتصر على 4 جلسات بخسائر بلغت نحو 4.6 مليار جنيه، ليبلغ رأس مالها السوقي لأسهم الشركات نحو 725.3 مليار جنيه. وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة إلى تباين أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية، حيث تراجع مؤشر السوق الرئيسي EGX 30 بنسبة 1.17%، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX 70 بنحو 0.19%، وانخفض EGX 100 الأوسع نطاقاً بنحو 0.2%. للمزيد من التوضيح حول وضعية البورصة المصرية وعالم المال والأعمال معنا عبر الهاتف الأستاذة حنان رمسيس خبيرة أسواق المال. أستاذة حنان بعد التحية، ما هي الأسباب التي دفعت البورصة إلى هذه الخسائر الكبيرة على مدار الأسبوع الماضي؟ يا أستاذة ماجدة، طبعا الخسائر اللي منيت بها البورصة الفترة اللي فاتت ترجع لسبب رئيسي وهو المبيعات المكثفة الدائمة من قبل المؤسسات اللي ما بقتش تعمل مراكز شرائية، ولو عملت مراكز شرائية بتستبدلها مراكز بيعية في خلال الجلسة أو في الجلسة التالية لها، وبقت سلوكياتها مقاربة جدا للأفراد. طبعا كل ما بيبقى فيه شحية في السيولة ده بيؤدي إلى استقرار المؤشرات في المنطقة الحمراء، مش هيتم تواجد المؤشرات في المنطقة الخضراء إلا بضخ سيولة جديدة تتعلق بصفقة جلوبال تيليكوم وتتعلق بالكتاب الجديد. طب هو من المنتظر أن أموال جلوبال تيليكوم اللي بتوصل إلى 11 مليار جنيه تدخل إمتى إلى السوق بحيث تحدث نوع ما من أنواع السيولة والحركة فيها؟ بإذن الله في بداية شهر أغسطس هيتخش سيولة، بس الخوف كله أن هي تبقى بره السوق ما تبقاش جوه السوق. ممكن تذهب إلى السوق عن طريق طريقتين مهمين، الطروحات الحكومية تتم في مواعيدها. هو كان في حديث يا أستاذة حنان عن في ثلاث طروح حكومية ستطرح قريبا. المهم ما يكونش طروحات سابقة، تكون لأسهم جديدة، ما تكونش أسهم مقيدة من السابق، لأن المقيد ما هو موجود وممكن يتم التعامل عليه. لازم يكون في قطاع حيوي ويكون عامل معدلات ربحية جيدة تجذب المستثمرين هم يضخوا سيولة جديدة. نعم، إذا توقعاتك لبداية الأسبوع إنها تكون إيه؟ زي نهاية الأسبوع؟
هنبقى برضه في اتجاه عرضي مائل للهبوط بالنسبه للمؤشر 30. ممكن البنك التجاري الدولي يقود المؤشر للارتفاع، ولكن هتبقى ارتفاعات هامشيه مع بقاء المؤشرات الفرعيه على نفس المنوال الى ان تحل العديد من المشاكل المتعلقه بالاسهم المقيده في هذه المؤشرات، نعم، وبعد المراجعه كمان الدوريه للمؤشرات. بالتاكيد. استاذه حنان رمسيس خبيره اسواق المال، شكرا لك على المداخله والتوضيح. عوده لقراءه الاخبار، حيث جمعت سلطنه عمان 3 مليارات دولار في اول مشاركه لها في اسواق الدين العالميه هذا العام. قدم المستثمرون طلبات اكتتاب بنحو 14 مليار دولار في السندات التي عرضت بعائد نهائي عند 4.95% لشريحة بأجل أزيد من 5 سنوات تستحق في فبراير 2025 و6% لشريحة 10 سنوات. في أسواق البترول العالمية ارتفعت الأسعار بفعل مخاوف بشأن التوترات في الشرق الأوسط توازنها توقعات ضعيفة للنمو الاقتصادي العالمي. وارتفعت العقود الآجلة للخام القياس الأوروبي بنت 7 سنتات إلى 63.46% للبرميل. وزاد خام غرب تكساس الوسيط 18 سنتا إلى 56.20 دولار للبرميل. في أسواق المعادن النفيسة، استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم بعد أن لمست أدنى مستوى في أسبوع في الجلسة السابقة. وارتفع الذهب في المعاملة الفورية 0.1% إلى 1415.15 دولار للأوقية، إلا أنه خسر 0.7% منذ بداية الأسبوع، مما يضعه على مسار تسجيل أول انخفاض أسبوعي في 3 أسابيع. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.1% إلى 16.38 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.1% إلى 864.37 للأوقية. وإلى العملات، حيث قبع الدولار قرب أعلى مستوى في شهرين الجمعة، ويبدو متجها صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، في الوقت الذي تترقب فيه السوق بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكية للربع الثاني. وارتفع مؤشر الدولار الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات المنافسة 0.1% إلى 97.88 دون أعلى مستوى في شهرين. وبلغ اليورو دولار و11.36 خلال التعاملات، ليتعافى من أدنى مستوى في شهرين عند دولار و1102. وكذلك تراجع الاسترليني إلى 1 دولار و2428 من الألف، ويتجه هو الآخر صوب تكبد خسارة أسبوعية بنسبة 0.6%. قرر البنك المركزي الأوروبي الخميس الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وأبقى البنك على السعر الرئيسي لإعادة التمويل عند الصفر، مع الإبقاء أيضا على سعر الإيداع عند ناقص 0.4%. وتوقع الخبراء أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بخفض جديد في سعر الإيداع، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي من السياسة النقدية التي ينتهجها المركزي الأوروبي هو الإبقاء على ثبات الأسعار مع استمرار معدلات التضخم عند 2% تقريبا. وكان معدل التضخم في الدول الأوروبية خلال يونيو الماضي قد بلغ 1.3%. أعلن المصرف المركزي الروسي ارتفاع احتياطات البلاد للفترة من 12 وحتى 19 من يوليو الجاري بمقدار 0.6 مليار دولار بنسبة 0.1%، لتبلغ 520.3 مليار دولار. كانت الاحتياطيات الدولية لروسيا قد نامت في عام 2018 بنسبة 8.3%، وبحلول الأول من يناير من العام الحالي بلغت 468.5 مليار دولار. أعلنت الحكومة اليابانية أنها تمضي قدما في خطة لإسقاط كوريا الجنوبية من قائمة 27 دولة منحت وضعا تجاريا تفضيليا، ويبدأ تنفيذ القرار بعد 3 أسابيع من موافقة مجلس الوزراء، والمقررة أن تتم بحلول 2 أغسطس المقبل. كانت اليابان قد بدأت في تعليق تراخيص تصدير مواد مستخدمة في الأجهزة عالية التقنية إلى كوريا الجنوبية. أعلنت الولايات المتحدة أنها فرضت عقوبات جديدة على إدارة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بدعوى استغلال المساعدات الغذائية. وعلى الرغم من هذه العقوبات، أعلن مادورو أن عمليات توزيع المساعدات الغذائية ستستمر، وكان عدد المستفيدين من هذا البرنامج 16.3 مليون شخص في 2018 حسب دراسة أجرتها الجامعات الفنزويلية الكبرى.
نهاية أخبار الاقتصاد، وهذه تذكرة بأهم العناوين التي جاءت بالنشرة. اتفاق بين مصر والولايات المتحدة على التعاون في مجال الطاقة وتسهيل عملية التبادل والتشارك في المعرفة والمهارات والخبرات الفنية. ارتفاع أسعار النفط العالمية بفعل مخاوف بشأن التوترات بين إيران والغرب في مضيق هرمز. الحكومة اليابانية تؤكد أنها ستسقط كوريا الجنوبية من قائمة 27 دولة مُنحت وضعاً تجارياً تفضيلياً. انتهت النشرة، دمتم في أمان الله.